الخدمة دلوقتي في أي حتة على حدود مصر كلها خطر. ارتاح ازاي؟ انت مش شايف القلق اللي في كل مكان؟ كل خدش على حيطان بيتنا بتذكر. خلص بكفي علينا هون، صارت نوش بكل محل وبطلت أمل. احنا امتى بدنا نروح من هون؟ دكتور الشمالي، الدكتور مصري وبشتغل في مستشفى في ليبيا. وانت جاي في ايه وسافرت في ايه؟ تتذكري بيتنا بفلسطين يا ستي؟ معقول؟ ما بقاش في امان للدرجه دي؟ بسرعه القصر قريب، ارجعي بسرعه، الوضع مش مليح. صراحة قلقانة من نقلة العريش دي. قلت لك 100 مرة مالكيش دعوة بالحوارات دي خالص. اتأخرت يا مليح. الأيام الصعبة اللي زي دي ما ينفعش معاها بكا. الأيام دي محتاجة صبر. وين بدك نروح يا مليحة؟ وين؟ مليحة بدءاً من الثلاثاء 16 رمضان على قناة مصر الأولى.